أي موستانج! كيف تجرؤ أن تقتل الأسد؟ لن نسامحك! قلت أنني سأقاتله، لكنه مخيف. كأنه شخص آخر. كيف سنمسك به هكذا؟ ما الأمر؟ كلب؟ توقف! لا توني! تكلم! أهلاً! لم أرك منذ مدة! أيها المعدني القصير، من الذي تناديه بالقصير كالبرغوث؟ ها! تمالك نفسك! لقد أتيت لاسترجاع أقلاطني فقط! لا أريد عراك أيها القصير! مرات! عن ماذا تتكلم؟ للتو مرتان وخمس مرات في مختبر الأبحاث الخامس! لقد ناديتني بالقصير سبع مرات! لا تقل لي أنك نسيت! ما هذه الذاكرة التي لا تنسى؟ انتظر! سببت لي المتاعب! لقد رأيت موستانج! هو الذي قتل الأسد! أنا سوف أبلعه! سأبلعه بالكامل! لن تأكل العقيد! ولا الأخوان إلريك! لا! شعرت بهذا مسبقاً! كم من الأشخاص في داخلك؟ هم مونكولس! أهو أنت؟ الفتى الذي تبارز مع راد؟ من تقصد بالفتى؟ أنا الأمير الثاني عشر من سلالة شينغ، واسمي هو؟ يمكنك أكله. ها ها ها! لحظة 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 لحظة! هكذا إذن؟ يبدو أنهم لا يريدون إلى عمل سبب ما. إذن!